the shout and we the dance, lifting high. وأنا اليوم بدي شجعك بأنه بالحقيقة إذا أنت بدك تشوف نتيجة في حياتك، السر هو علاقة مع الله حقيقية. نحن ما منحب شو الرب بيقلنا، ما منحب، لأنه اللي عم بيقلنا إياه، بتعرف شو عم بيقلنا إياه؟ اسمعني يا حبا، اختصار، بدك تعرف شو معناتها هي بروح بيها كل شيء. لأنه نحن نفتكر بأنه الله الله ضد أن يكون عندك إشياء. شو بكم؟ لا، اللي هو البول بدي باركك ببيوت، هو ضد أن يكون عندك إشياء. هو اللي بقول انه انا ما راح يكون في الا رغد وغنى ببيتك، بيكون ضد انه يكون عندك اشياء. ها، هو اللي بيقول لك بانه تكون مبارك في دخولك، مبارك في خروجك، تقرض ولا تقترض، بيكون الله ضد انه يكون عندك اشياء. شو بكم يا حبه؟ ها، اللي هو مباركك فيه انه ضد انه يكون عندك اشياء؟ لا، هو ضد انه هدول الاشياء يصيروا هن الله. اسمعني، ركز معايا، ركز معي، طلعوا في كلكم. اذا في شيء الله بيقول لك كل يوم، ليك راح لك شو بيقول لك؟ راح بيقول لك هيك، روح موت عن نفسك. إذا بدك تعيش روح موت. لا لا، اوعى تفتكر عم بمزح انا هلا، ما عم بقول لك روح انتحر، عم بقول لك روح موت عن ذاتك. صر انسان متواضع وميت. سر إنسان، اسمعني، يحب قريبه كما يحب نفسه، هو إنسان ميت. سر إنسان عم يسمع صوت الله وبينفذ، هو ميت. طيب مشان هيك أنت ما بتفوت على المخدع، لأنه رح يقول لك إيش. اسمعني يا حبا، في كتير أشخاص حتى لو فاتوا على المخدع ما رح يسمعوا صوت الرب، لأنه أصلاً آخر مرة فاتوا سمعوا صوت الرب لكن ما عملوا ولا شيء من اللي قال لهم إياه. لا تعتمد على فطنتك بولا شيء. بكل شيء تعرف إليه، بكل أمر كبير وصغير. خلي أقول لك، أنا أكثر شيء بحياتي بندم عليه هي القرارات اللي أخذتها من دون صوت الرب. إذا في شيء بندم عليه بحياتي هلا هالقد صار عمري، هي قرارات أخذتها من دون صوت الرب، فت فيها بالحيط. كنت أعتقد بإني عم بعمل شيء منيح، ولا مرة كنت نجس، ولا مرة، أنا مش بطبعي النجاسة، ولا مرة كنت عم بحب بأذي حدا، ولا مرة كنت مش منيح أو مش آدمي أو ما عم بعمل شيء للخير ومفتكر عم بعمل شيء كتير منيح، لكن بالحقيقة ما كنت عم بسمع صوت الرب. لا تعتمد على فطنتك. عم بحكيك لألك اليوم، اسأل حالك قديش تعتمد على فطنتك وقديش تعتمد على عن جد شو الله قال. وإذا عن جد شيء الله قال لك إياه حتى لو من كم سنة لورا، اسمعني يا حبة، عندي خبر لك، الله ما راح يقول لك شيء تاني قبل ما تعمل شو قال لك إياه أصلاً. اسمعني يا حبة، قال لا تعتمد على فطنتك، خليني أقول لك إياها، لما تقعد مع الرب، الرب راح يحكي معك إذا أنت ما عندك ليستا، هي أول شيء. الرب راح يحكي معك نهار بتسكت ذهنك، هي تاني شيء. الرب راح يحكي معك نهار بتفوت بالترنيم لعنده، بترنيمة قلبك، هي تالت شيء. رب رح يحكي معك، اسمعني، رب رح يحكي معك نهار اللي بتلقي كل همومك عليه، لأنه هو بيعرف أنه عندك مشاكل وتحديات وهموم وقصص، وتكب عليه تقول هي عندك صارت. اسمعني آخر شيء، رب رح يحكي معك نهار بتتعلم تجدد ذهنك. وإذا في شيء قلك عن تجديد الذهن، هو هيدا، هو أنك تموت.